سؤال سريع جدا، بان ملامح الدوري تحس مين يعرف ان ملوش فرصه يبقى موجود، مين اهلي تلاقي زمالك الحصان بيراميدز اسود الترتيبات يعني باينه؟ هو باينه طبعا يعني واضحه من البدايه ان الثلاثه اللي في الاول هو اهلي زمالك بيراميدز يعني من غير ترتيب، لان دول النفس الطويل يعني لان الموسم اللي فات اثبت لنا يعني ان لسه بدري في الدوري يعني حد فرق الخمس نقط مش سهل الزمالك يقدر يعوضه، حصلت الموسم اللي فات وكان اكتر. طب في الحته اللي تحت بقى اللي في الحته اللي تحت ايسترن كومباني بيعاني بيعاني الاسماعيلي هيعدي وهيفوق ومع ذلك برضو احنا بنتكلم برضو في زي محمد بيقول 10 نقط يعني 10 نقط دول سهل جدا ان فرقه تعمل مفاجاه قدام اهلي قدام زمالك فتعلي معاها الريتم، بس بيراميدز هيكون رقم صعب السنه دي. والبنك الاهلي الحقيقه من الفرق اللي عامله شغل كويس جدا بس جدا من اصحاب النفس القصير. وهقول لك حاجه، احنا هنشوف دوري تاني خالص وشكل تاني بعد التوقف ده، لان انت بتتكلم في يعني فتره طويله جدا جدا، فاعتقد هتلاقي شكل اخر وهتلاقي سيناريوهات تانيه. نتمنى كلنا نستمتع، نتمنى انتظام المسابقه بس ان شاء الله. للاسف طبعا وقتنا خلص بسرعه، لكن لازم اشكر استاذ هاني عبد النبي النقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك جدا ان انا كنت موجود معاك ومع محمد ومستمتع بيك دايما يا كابتن. شكرا هاني، بشكر طبعا محمد البنا، استاذ محمد البنا شكرا جزيلا. شكرا لكابتن محمد وشكرا لهاني. شكرا ليكم.